احد النقاد الرياضيين المهمين جدا وبالتحديد في الكره العالميه وبالتحديد كمان في الدوري الانجليزي واكثر تحديدا كمان في ليفربول، يا دكتور عادل مساء الفل عليك. مساء الخير يا امير، اهلا بيك يا تحياتي ليك. معانا طبعا دكتور عادل كريم، برحب بيك في البدايه. والنهارده اكيد يعني شيء مهم جدا ان النهارده يكون محمد صلاح مرشح لجائزه افضل لاعب في اوروبا سواء مع لوكا مودريتش او مع كريستيانو رونالدو. شايف في حد ذاته ان محمد صلاح متواجد او مرشح لنيل هذه الجائزه، شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ تمام طبعا، بس الاول انت كنت بتتكلم طبعا عن محمد عبد الله الله طبعا يرحمه والذكرى بتاعته بكره، فاكيد لازم نفتكره لان اكيد محمد من الناس اللي هيفضل يعني هيفضل في اذان جمهور الاهلي مدى الحياه، يعني طبعا ما شاء طبعا الله يعني ربنا كتب له ان هو يعني يلفظ الفوز الاخير على ارض النادي الاهلي، وهيفضل طول عمره رمز في قلوب جمهور النادي الاهلي رغم الفتره القصيره اللي قعدها، لكن اكيد هو كان بيحب الاهلي وزي يمكن ما والدته قالت هو كان بيموت في الاهلي وربنا اختار له ان هو يعني يموت فعلا في النادي الاهلي، وربنا يا رب يرحمه كده يا رب ويحفظه على خير يا رب ان شاء امين الله. يا رب ان شاء الله. طبعا زي ما انت بتقول يعني فكره ان احنا عندنا لعيب مرشح لافضل لاعب في اوروبا ومن ضمن الثلاثه مرشح لاعب في اوروبا، دي حاجه يعني ولا في الاحلام زي ما كنا بنقول، يعني احنا كنا بالظبط كل منتهى طموحنا ان حد يخش في ال 30 مثلا المرشحين الاوائل يعني. فلما يبقى عندنا محمد صلاح واصل النهارده ان هو واحد من الثلاثه المرشحين للجائزه، هو مرشح بقوه كمان لللقب، حاجه عظيمه جدا جدا فوق الوصف يعني. اكيد يمكن اول مره المصريين يهتموا بشكل غير طبيعي طبعا بالجائزه، ودي حقيقه طبعا ده لازم يحصل يعني ان احنا عندنا واحد مرشح أكيد ليها. أكيد بالظبط، جائزه افضل لاعب في الموسم في اوروبا دي جديده مش قديمه، هي بدات سنه 2011 وميزتها ان هي دايما بتبقى احسن من الجوائز الثانيه في حاجه، ان التصويت بتاعها بيبقى مدربين وصحفيين بيبقى اكتر منه تصويت عارف عاطفي شويه، لا الموضوع بيبقى فيه معايير وفيه حاجات معينه، الحاجات اللي اتعملت في الموسم في دوري الابطال، الحاجات اللي اتعملت في الموسم المحلي، الحاجات اللي اتعملت مع المنتخب، فعشان كده دايما بتبقى الجائزه دي مهمه جدا، وشفنا خدها انيستا وشفنا خدها ريبيري فخدتها، يعني مش محصوره زي مثلا الكره الذهبيه ال 10 سنين من كريستيانو وميسي، لا في ناس بتخش وتخش فيها. وجود صلاح مع مودريتش مع كريستيانو رونالدو حاجه عظيمه جدا، حتى لو لا قدر الله مثلا طلع الثالث او حاجه اسمه ثالث احسن لعيب في اوروبا في الموسم، طبعا ده انجاز كبير جدا. عمرنا ما كنا نتخيل كده يا دكتور عادل ان يكون عندنا لعيب مصري متواجد في الفئه دي بالتحديد. يعني انا زي ما بقول لك احنا كان انا يعني انا واحد شخصيا كنت نفسي ان هو ايه يخش في ال 30 بتوع فان فوتبول، ده كده حاجه عظيمه جدا. فلا احنا الحمد لله صلاح في الثلاثه بتوع احسن لاعب في اوروبا وفي ال 10 بتوع احسن لاعب في العالم في الفيفا، احنا بنتكلم في حاجه فعلا ولا في الاحلام زي ما كنا بنقول يعني. طبعا ويا رب ان يبقى دايما كده، هو الحمد لله بدايه الموسم شايفها بدايه كويسه جدا، ان شاء الله باذن الله يكمل على كده واحسن من كده كمان، وهو عنده اللي احسن من كده، ويا رب ان شاء الله يفضل رافع راسنا كده دايما يا رب. يا رب ان شاء الله. طيب شايف ان اللي ممكن يفوز النهارده بالجائزه دي بتاعت احسن لاعب في اوروبا ممكن يكون اسهمه اكبر انه يفوز باحسن لاعب في العالم، ولا ملهاش علاقه؟ هي مالهاش علاقه عشان طريقه التصويت، يعني يمكن احسن لاعب في اوروبا بتبقى في الاول في الجزء الاولاني بتبقى مدربين انديه ومنتخبات، ثم بعد كده بتتحول لمجموعه من الصحفيين او مجموعه منتقاه من الصحفيين. بالنسبه لاحسن لاعب في العالم الموضوع مختلف شويه، في جزء جمهور وفي جزء مدربين وكباتن فرق وكده، فالموضوع مختلف شويه، ف يمكن تبقى زي ما انت بتقول مؤشر لكن مش هتبقى هي الحسم يعني، مش هو ده الاساس يعني. تمام، ف لكن اكيد هي برضه ليها قيمتها، ليها برستيجها العالي جدا زي ما قلت لك انها جايزه عن الموسم مش عن سنه ماليه، عن سنه سوري سنه يعني عام ميلادي، بالظبط عن موسم كامل. فاكيد اللي عمله صراحه الموسم ده كان حاجه استثنائيه جدا، لما لعيب يوصل في موسم واحد يعدي 50 هدف سواء يعني بحساب الانديه كان هدف المنتخب، طبعا ده رقم كبير جدا جدا، خاصه ان اول موسم ليه مع ليفربول احسن لاعب في الدوري الانجليزي، احسن او هداف الدوري الانجليزي، وواصل مع فرقته لنهائي الشامبيونز ليج، واعتقد في راي العالم كله ان صلاح لو كان كمل فاينل الشامبيونز ليج الموضوع ممكن يختلف. طبعا طبعا الموضوع بنسبه 1000%، يعني واتمنى يا رب ان هو ان شاء الله يعني احنا اول نقول الموضوع صعب لكن لسه عندنا امل لغايه بقى لغايه الساعه 7 لما تتعلن هيبقى عندنا ان شاء امل الله. ان شاء الله. طيب بالمناسبه برضو بمناسبه ان احنا بنتكلم عن محمد صلاح هو احد نجوم ليفربول، شايف او تقييمك ايه لبدايه ليفربول في بطوله الدوري؟ ما شاء الله يعني احرزوا عدد اهداف حوالي 7 اهداف وما استقبلوش ولا هدف في ظل التدعيمات القويه اللي عملها ليفربول، في ظل حفاظه على محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو. شايف شكل المنافسه في الدوري الانجليزي تحديد السنه دي ازاي في ظل كمان تعثر فريق مانشستر سيتي في المباراه السابقه وتعادله في هذه المباراه؟ شايف المنافسه هتبقى شكلها ازاي في بطوله الدوري الانجليزي، وهل ليفربول ليهم فرص كبيره ان هم يفوزوا بهذه البطوله ان شاء الله؟ احنا اكيد بنتمنى ان صلاح يعني يفوز ويحقق لقب مع ليفربول.
ان شاء الله. بص طبعا هي طبعا احنا لسه بدري قوي في الكلام، احنا ما لعبناش غير 3 ماتشات بس، لكن اكيد في مؤشرات. هو من قبل بدايه الموسم الناس كلها كانت بتقول ان المنافسه ممكن تكون بين مانشستر سيتي وليفربول، ولان الاثنين سيتي يمكن ما عملش تدعيمات غير بس رياض محرز، لكن قدر يحافظ على كل نجومه وعلى فريقه اللي كان قوي جدا السنه اللي فاتت، وليفربول قدر يدعم في الاماكن اللي هو محتاجها. يعني كان محتاج حارس مرمى، قدر يجيب اليسون وحارس عظيم جدا، وواضح ان ليفربول هو الفريق الوحيد في الدوري ما خدش ولا دخل لغايه دلوقتي. قدر يجيب لعيب زي نبي كيتا في وسط الملعب، طبعا لعيب مهم جدا جدا جدا، وهو وحل المشكله اللي كانت عند ليفربول، لان انت عندك هندرسون وميلنر الاثنين لعيبه تقال قوي، لكن ما عندهمش حته الربط. يعني هما الاثنين واجباتهم الدفاعيه اكتر. بالظبط كده، فكره الربط دي وفكره اصرار يورجن كلوب على نبي كيتا رغم ان الصفقه تقريبا كانت باظت، وهو فضل مصر عليها. وبعدين لايبزيج قال احنا موافقين بس بشرط انه يقعد معانا سنه كمان، فبرضه وافق. هو يورجن كلوب عنده فكره، بيبقى مؤمن قوي بلعيب محدد وبيفضل مع فان دايك مثلا. هو كان عايز فان دايك لما حتى الاداره لما المفاوضات اتعثرت جدا وحصل مشكله، والاداره اعتذرت لاداره ساوثهامبتون، وبعدين وفروا له قالوا او نجيب لعيبه ثانيه، قال هو انا مش عايز غير ده، هو ده حاجه معينه. فده عمله مع اليسون وعمله مع نبي كيتا السنه دي. بقى كمان هو لسه عنده اثنين ما دخلوش حتى في المباريات، فابينيو وشيردان شاكيري، فالاثنين هيبدوا قوه كبيره جدا للفريق. ميزه ليفربول زي ما انت قلت يا امير ان هو قدر يحافظ على نجومه، لان كان في مثلا طلبات على صلاح وعلى ساديو ماني، لكن قدر يحافظ عليهم ومع فيرمينو طبعا، واضاف كمان قوه التي اصبح عنده دكه بدلاء قويه جدا. كانت مشكله السنه اللي فاتت ليفربول في 80% من الشوط ما بيعملش 3 تغييرات لانه ما عندوش حد ينزل. دلوقتي لا، دلوقتي اصبح عنده دقه قويه جدا، رجع كمان دانيال ستورج، هو ستورج مهاجم عنده قدره انه يبقى يدي اضافه. عنده طبعا اللعيبه اللي موجوده زي ما قلنا فيرمينو، شاكيري لما يبتدي يلعب هيبقى اضافه قويه جدا، وهيبقى كمان حل مع دلوقتي خلاص ما لعبش غير 3 ماتشات في الدوري، داخل بقى هتبتدي تخش في اوروبا ماتشات في وسط الاسبوع، هتبتدي الكاس وهتبتدي كاس للرابطه. فلا طبعا اعتقد هو قوى السكواد او التشكيله بشكل قوي جدا، وده هينفع ليفربول السنه دي اتمنى يا رب. يعني طبعا حاجه عشان صلاح، وانت عارف حاجه ثانيه عشان انا بشجع ليفربول طبعا انا عارف. احنا كلنا دلوقتي بنشجع ليفربول عامه يا دكتور عادل. انا عايز اقول لك انا قعدت اسمع 10 كتير مش لاقي حد يشجعه معايا دلوقتي كل المصريين. طبعا دكتور عادل كرايم الناقد الرياضي الكبير، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله واللي اتكلمنا فيها عن طبعا ترشح محمد صلاح، والنهارده طبعا الجائزه الساعه 7 هيتم الاعلان عن مين اللي فائز بافضل لاعب في اوروبا، فاكيد نتمنى ان شاء الله كل التوفيق لمحمد صلاح.